كناخذوا الاستعداد ديالنا بجديه، ولكن الهدوء ما كاينش شي 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 بريباراسيون اللي هي سبيسيفيك. كنعرفوا ان غادي تكون واحد ديربي ما بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني، ولكن هي كتبقى كرة القدم مقابلة فيها الانتصار وفيها الهزيمة، ولكن احنا الجو مجدين واللاعبين كلهم على وعي بها. صراحة الملح ديال اي ديربي ولا اي مقابلة هو الجمهور. حنا دابا ما عندنا ما نديرو، لان احنا في حاجة ماسة للجمهور، ولكن ملي ما كاينش خصنا نلعبوا كرة القدم، نلعبوا احنا المدينة باش نحققوا واحد الانتصار، لانه في صالحنا احنا باش نبقاو مع الفرق الاولى وننافسوا على مع الفرق الثلاثه. كنصراحه بان المجموعه كلها واخا يكون اللاعب هو مثلا ماشي تيتولير، هو مهم في الفريق، غير هو احنا كنلعبوا دائما، كتعرف كيكون ديما اي مقابله لاعب ناقص وبليسي ولا لاعب اخر سيسبوندي، ولكن هذا كيدخل لاعب اخر كيقوم بالواجب ديالو. احنا عندنا جروب اللي فيه مثلا 25 ولا قايمين بالواجب ديالهم، وكل واحد اللي كيخرج كيدخل الاخر كيكمل، لان الجروب عندنا جروب اللي هو واعي ودي جوار اللي هما عندهم تجربه، ما كنخافوش من الغياب. الديربي كما كيعرف الجميع كتكون عنده واحد النكهه خاصه، عنده اللاعب كلشي كيكونوا متحفزين اللاعبين باش يقوموا بواحد المباراه في المستوى، واللي عنده وكلشي يعطي اللاعبين كاملين يعطيو كل ما عندهم، لان كتبقى عنده واحد النكهه خاصه. وبالنسبه حنا كنتحصروا على الديربي هذا اللي غادي يكون بلا جمهور، فكنظن غادي ما عندوش واحد الطعم، غادي تكون مقابله بحال اللي بنادم كيتمرن، ويمكن التمرين كتلقى بان كاين شويه الجمهور، اما دابا ما تلقاش الجمهور. المباراة بحال هذه ديال المغرب التطواني مع اتحاد طنجة فكيكون عندها واحد القيمة كبيرة، وكاين واحد التنافسية كبيرة، تنافسية شريفة. ونتمنى ان شاء الله ان المقابلة تكون من النصيب ديالنا ان شاء الله. تقريبا انا يمكن سجلت 5 ديال الاهداف في الديربيات كاملين مع تطوان، فكانت بعد المباريات كنا في المستوى الكبير، درنا مباريات في المستوى في ملعب مرشان، والموسم اللي فات حتى الفريق اللي الموسم اللي فات قاموا بمقابلات جيده، فريق اتحاد طنجه استطاع باش يفوز ب 4-0، وتعادلنا انايا كنا فايزين ب 2-0. فالحمد لله كتكون واحد بحال اللي قلت لك، انا الديربي ديما كيكون عنده اللاعب كيكون متحفز باش يلعب في هذا، لان كتكون الاذاعات كتكون جمهور كبير، ولكن كنتحصروا لهذا في هاد المقابله هذه، هاد الديربي هذا اللي غادي يكون بلا جمهور. كنتمنى هاد الشيء ما يبقاش، هاد الشغب ما يبقاش في الملاعب، وتعودنا الجماهير ديالنا الكبيره، لان هي المسند ديالنا، وتا اللاعبين ملي كيشوفوا الجمهور ديالهم حداهم ف كيزيدوا حتى هما يتحفزوا، ويزيدوا باش نبقاو في واحد المسيره في المقدمه ان شاء الله، ونقدروا نحققوا شي حاجه اللي ترضي هذا الجمهور الكبير. الاستعدادات عاديه بحال كي مباراه، حنا اي مباراه عندنا دابا في هذا الموسم هذا بالنسبه لاتحاد طنجه، فاي مباراه فهي قويه، ما كاينش شي لعبوا مع شي فريق اللي غتقول هذا فريق ساهل ولا، حنا كندخلوا كيدربوا مع المدرب، كيوفروا الظروف ديال العمل، كنقوموا بالتدريب، اللاعبين كيقوموا بالتدريب بواحد الجديه، فما كاينش تهاون وما كاين حتى شي حال، اللاعبين كلشي عارف المسؤوليه اللي عليهم، وعندنا كل مباراه بحال مباراه السد، عندنا هذا الموسم هذا ما كاينش شي مباراه اللي غادي نقولوا هذه سهله ولا غادي، كلشي مباراه يتسد عندنا كل سيمانه، وحنا كنلعبوا ماتش بماتش ان شاء الله.